أظهرت تجربة أمريكية أجريت على أكثر من 42 ألف رجل يتناولون وجباته من القمح الكامل أن احتمال إصابة بداء السكري تقل ب 42% بالمقارنة مع من يتناولون الحبوب المنزوعة القشور. تجيب الزرع وتدير الطحانة تطحنيه ومن الأحسن ديريه بالنخالة ديالو، عجنيه بالنخالة ديالو تيكون مزيان لأنه فيه فوائد للصحة بالنخالة ديالو. اللي تيقول القمح إنه مزيان للمالين سكر، ولكن كاين الثاني اللي تيقول لك القمح فيه واحد النسبة ديال الحلاوة. بالمغرب الذي يعرف عادة باستهلاكه الكبير لكل أنواع الخبز، المهنيون يجزمون أن هناك توجها ملحوظا لاستهلاك الخبز الكامل الذي تشير الدراسات العلمية لاحتوائه على كمية أكبر من الألياف مقارنة مع الخبز الأبيض. بالنسبة للناس اللي عندهم داء السكري كنوجدوا لهم القمح خالي من السكريات فينو مع الفورس، يعني هو كاين عنده اقبال كبير بالنسبه لحاملي السكري. الخبز كامل تتطحن بكل شيء له، بالقشره ديالو اللي هي النخاله وبلو نوايو ديالو اللي هو اللي فيه الفيتامينات والاملاح. فعلاش الخبز كامل حسن مالين سكر؟ حيت فيه الالياف اللي فيبغ، ودوك اللي فيبغ اللي كاينين في القشره اللي تنطحنوه بها تعطيونا ان غالونتيسمون ديال امتصاص السكر، تيقادوا لنا الهضم، دونك السكر ما تيدوش مزيان. دونك الخبز الكامل عنده نسبه الحلو والاندكس غليساميك هابط على لو بان بلون. وللخبز الكامل فوائد أخرى، فهو مصدر للطاقة وغني بالفيتامينات خاصة فيتامين بي، كما أنه مفيد للعضلات والأنسجة ومحارب لشيخوخة الخلايا.